بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحضور الكريم، لجنة المناقشة، وجناب الأخ والصديق العزيز الطالب دراسات العليا رسول، الحضور الكريم، حياكم الله وبياكم. نبدأ مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة السياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر بقراءة الأمر الجامعي، أمر جامعي العدد 7/18/1223، التاريخ 8/5/2023، تشكيل لجنة مناقشة، إشارة إلى كتاب عمادة كلية الفنون الجميلة المرقم 7/18/1321 في 30/4/2023، تقرر تشكيل لجنة مناقشة أطروحة طالب الدراسات العليا الدكتوراه في قسم الفنون التشكيلية اختصاص خزف رسول جبر محمود حول أطروحته الموسومة السياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر. من الذوات المدرجة أسماءهم في أدناه: أستاذ دكتور محسن علي حسين، فنون تشكيلية نحت، جامعة البصرة، كلية الفنون الجميلة رئيسا. أستاذ مساعد دكتور علي عبد الله عبود، فنون تشكيلية، جامعة البصرة، كلية الفنون الجميلة عضوا. أستاذ مساعد حسنين عبد الأمير رشيد، دكتوراه فنون تشكيلية، جامعة بابل عضوا. أستاذ مساعد أوراس جبار سهيم، دكتوراه فنون تشكيلية، تربية تشكيلية، جامعة البصرة، كلية الفنون الجميلة عضوا. أستاذ مساعد دكتور رولا عبد الإله علوان، دكتوراه فنون تشكيلية، خزف، جامعة البصرة، كلية الفنون الجميلة عضوا. أستاذ دكتور علي حسين علوان، دكتوراه فنون تشكيلية، خزف، جامعة البصرة، كلية الفنون الجميلة عضوا ومشرفا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة لمناقشة هذه الأطروحة، وهي من الأطاريح التي ستقوم من قبلكم. وأسف لعدم حضور الأستاذ لظرف طارئ، ربما كان بسبب الامتحانات، الأستاذ من بابل، وكان وجوده أيضا يثري الجلسة حتما. طبعا بالنسبة للسيرة الذاتية للأستاذ الفاضل، هو أيضا تربوي، طالب الدراسات العليا الدكتوراه رسول جبر محمود شهيب. بالنسبة للشهادات، طبعا هو حالته أنه مولود في بغداد، متزوج، مهنته مدرس تربوي، مكان العمل متوسطة النبلاء للبنين في الرصافة الثانية، بكالوريوس فنون تشكيلية كلية فنون جميلة جامعة بغداد 2000-2001، ماجستير فنون تشكيلية خزف كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد 2013-2014. لديه بحوث، عدد البحوث المنشورة خلال سيرته التربوية 10 بحوث، 5 منها في العوام 2019 و2020 في مجلات متفرقة، والخمسة الأخرى بحوث مستلة من الأطروحة، وهي السياق الثقافي ومستويات النقد الفني وانعكاسهما في النحت الخزفي العربي المعاصر، مجلة كلية التربية الأساسية جامعة المستنصرية، وثانيا التنوع الثقافي في الأوساط الفنية التشكيلية والخزفية العربية المعاصرة، مجلة مركز البحوث والدراسات التربوية وزارة التربية، وثالثا المفاهيم الفكرية والفنية للسياق الثقافي وأثرها في النحت الخزفي المعاصر، مجلة الأكاديمي كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، ورابعا التيارات الثقافية الحديثة وأثرها في الفنون التشكيلية والخزفية العربية المعاصرة، مجلة فنون البصرة كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة، وخامسا مرجعيات النحت الخزفي العربي المعاصر، مجلة فنون البصرة كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة.
إذا يسمح لي رئيس اللجنة أستمر يعني حسب اللي هو أعطاني المشاركات في المعارض. معرض شخصي في كلية الفنون الجميلة قاعة حوار 97/2، المشاركة ببعض الأعمال في نادي العلوية لسنة 2002. 3، عضو في نقابة الفنانين العراقيين من سنة 2008 إلى الآن وهو عضو فيها. 4، شهادة شكر وتقدير وحصوله على المرتبة الأولى للمعرض السنوي للفنون التشكيلية في محافظة الناصرية بتاريخ 30/5/2010. 5، شهادة شكر وتقدير حصوله على المرتبة الأولى للمعرض السنوي للفنون التشكيلية خزف بتاريخ 13/8/2012. شهادة شكر وتقدير وحصوله على المرتبة الأولى للمعرض السنوي للفنون التشكيلية في محافظة الناصرية بتاريخ 30/9/2013. 8، المشاركة في إلقاء محاضرات عن الخزف في معهد المعلمين الصباحي ناصرية قضاء الرفاعي للطلاب والطالبات بحضور المشرف التربوي صالح جاسم محسن الغرابي وعدد من المدرسين وحصوله على درجة تقييم امتياز. 9، شكر وتقدير وذلك بإثراء مكتب شعبة البحوث والدراسات والبحوث بتاريخ 9/1/2017. 10، شهادة وكتاب شكر وتقدير بالمهرجان السنوي بمناسبة الحشد المقدس تربية أطراف شرق بغداد بتاريخ 7/5/2017. 11، كتاب شكر وتقدير المشاركة في المعرض القطاعي للفنون التشكيلية مديرية النشاط المدرسي الرصافة الثانية بتاريخ 22/1/2017. 12، المشاركة في المعرض الفني للأساتذة التابع لتربية الرصافة الثانية بتاريخ 7/5/2017. حصوله على كتاب شكر أخرى من تربية الرصافة الثانية المديرية العامة للتقويم والامتحانات للمرحلة المتوسطة والإعدادي بتاريخ 7/2/2018 وبتاريخ 15/3/2018. وكذلك عمل مدرسا في معهد الفنون معهد المعلمين الصباحي المختلط وحصل على تقييم وكتب شكر بتقدير امتياز. مشاركة معرض 2018 لجميع المدارس الثانوية والمشاركة في المؤتمر للترقيات العلمية ماجستير ودكتوراه في داخل مديرية تربية الرصافة الثانية وكتاب تقييم لمشاركته على كوني أحد أعضاء اللجنة في تقويم البحوث في جامعة الكوت وكلية الآداب. حصوله على عدد من الكتب لمشاركتي في المؤتمرات العلمية. شهادة تقدير نتيجة مشاركته في الدراسات العليا كلية الفنون الجميلة بالسنة التحضيرية. أما عن عنوان رسالته في الماجستير وهي من جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة تخصص خزف، عنوانها مرجعيات الأنظمة الشكلية في أعمال الخزاف أكرم ناجي دراسة تحليلية 2013-2014. أقدم كل كلمات الشكر والامتنان والتقدير والعرفان إلى أستاذي ومشرفي وأبي الثاني الدكتور علي حسين علوان الأسدي الذي أشرف وأعطى الملاحظات العلمية والفنية السديدة، والشكر والدعاء موصولان إلى لجنة المناقشة وإلى أساتذتي في قسم الفنون ولكل من ساهم ومد لي يد العون من أساتذة الخزف في البلاد العربية حتى أتممتها، فجزاء الله الجميع عني خيرا. وبعد كل ما تقدم يبقى للمجتهد أجران إن أصابه وأجر واحد إن أخطأ، فلأن أصبت فبتوفيق من الله وسداد، وإن أخطأت فمن عندي نفسي، ومن جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة مزيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. خلاصة عنوان الرسالة: السياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر. بالتقصي والدراسة من خلال العلاقة بين السياق الثقافي والنحت
الخزفي العربي المعاصر، والتي مهدت الطريق لظهور الخزف الفاعل في الحياة، حتى أن هذه العلاقة سوف تؤشر تطور الخزف وحضوره من عدمه وحجم تداوله في مفاصل ثقافة المتلقي العربي. ترتب على ذلك قيام الباحث بجمع المواد العلمية بما يخدم موضوع البحث بأربعة فصول: الفصل الأول الإطار العام للبحث. لتوضيح مشكلة البحث، طرأت المشكلة في تساؤلات عن حضور النحت الخزفي في الثقافة العربية وأثر أساليب الإنتاج في تلقيه وعليه، فإن الباحث في دراسته هذه وجد أن يوجه التساؤل الآتي: السياق الثقافي وما انعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر، وكيف كان انعكاسه فيه وعليه؟ وسم بحثه بالسياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر. أهمية البحث: إبراز الدور الثقافي وسياقاته الفنية مع تسليط الضوء في مجالات القيم التعبيرية والجمالية والتقنية في النحت الخزف المعاصر. وكانت أهداف البحث هي التعرف على الإنساق الثقافية في فن الخزف العربي المعاصر، وثانيا الكشف عن ماهية السياقات الثقافية في النحت الخزف العربي المعاصر وتطورها. أما الحدود الزمانية فقد حددت في الأعوام 2000-2022، وكانت الحدود المكانية هي الدول العربية. بعد ذلك جرى تحديد مصطلحات البحث وتعريفها. أما الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، تضمن المبحث الأول المفاهيم الفكرية والفنية للسياق الثقافي، واحتوى المبحث الثاني على التنوع الثقافي في الأوساط الفنية التشكيلية العربية. أما المبحث الثالث فكان مرجعيات النحت الخزفي العربي المعاصر. أما الفصل الثالث فكانت إجراءات البحث، واستعرض الباحث حضور الخزف في الواقع العربي عبر تحليل نماذج نحتية خزفية للبلاد العربية، وبحسب السياق الثقافي لكل دولة، والذي تسنى للباحث الحصول على مصورات لها وعليه، فقد استفاد الباحث منها، وإذ توافرت في الإنترنت والمصادر والكتب والمجلات والفنان نفسه بما يغطي حدود البحث وهدفه، بلغ عددها 100 عملا فنيا عينة البحث. لجأ الباحث إلى اختيار عينة ممثلة لحدود البحث وهدفه وإطار مجتمع البحث البالغة 100 عمل نحت خزفي فني، وتم اختيار العينة قصديا بعد أخذ رأي مجموعة من الخبراء والأستاذ المشرف، والبالغة 25 عمل نحت خزفي بوصفها عينة أساسية منها، وقد اختيرت النماذج لإطار مجتمع البحث على وفق المسوغات الآتية: 1- تغطي الحدود الزمنية المحددة في حدود البحث. 2- تميزت النماذج بثرائها بالسياق الثقافي وموضوعاتها الجمالية والفنية. 3- تتمتع النماذج بأساليب أدائية وتقنية. أداة البحث: استعمل الباحث أداة البحث الملاحظة الفنية، لذا قام بإعداد السمارة الملاحظة التي اتخذها الباحث بوصلة للوصف والتحليل، إذ طبقت على جميع نماذج العينة، فضلا عن استعمال المقابل الحضورية والمقابل الإلكترونية مع الخزافين أنفسهم. وخلص الباحث في الفصل الرابع إلى جملة من النتائج:
الأولى انبثاق الأثر الثقافي الذي يشير إلى محاكاة الجوهر القائم على وجود الأثر الخلقي المصنوع من مادة الطين، وهنا يظهر المقطع الناتج من وجود الفجوة انسجاما بين الشكل المهيمن للتكوين وجعل أشكال البشر التي أظهرت تكويناتهم طفولية حركت الفجوة البصر نحو العنصر السائد وهو محاكاة للمتلقي. ثانيا يبين النحت الخزفي تكوينا يحمل الفكرة السريالية المبنية على الدهشة، محتواه المستمد من التراث العربي، وهو يسير معه إلى المسافات الحياتية البعيدة، ويظهر من ذلك انعكاس تعبيرية المسارات الثقافية الغرائبية المعاصرة، ومن ثم الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات والمصادر والمراجع، وأخيرا الملخص بالإنجليزي. وشكرا. السياق الثقافي في الخزف العراقي المعاصر دراسة ما يخالف، بعتبر دراسة سابقة. تحكي عن السياق الثقافي، عنوانه الرسالة الماجستير الموسومة السياق الثقافي لفن الخزف العراقي المعاصر. ما راح أتطرق للشغلات اللي ذكرتها الدكتورة حتى لضيق الوقت، فقط التأكيد بثبت الأشكال أن يكون الروابط باللون الأزرق، لأن أنت ساحبها ملون، لو ما ساحبها ملون أقول لك إيه مشيها، بس هي لازم الروابط باللون الأزرق حتى الطالب اللي يرجع للرابط يلقى المعلومة موجودة به. بالنسبة إلى صفحات الفيسبوك للخزافين، يا ريت تذكر اسم الصفحة، لأن أنا من أريد أبحث عن موسى علي الجبل جائز ألقى الآلاف والملايين من موسى علي الجبل، فيا ريت تذكر اسم الصفحة بثبت الأشكال وثبت عينة البحث وغيرها. السياق الثقافي، ماذا تقصد بالسياق الثقافي؟ تعريف موجز الطين للسياق الثقافي. نعم. نقدر نعبر هو طبعا مجموعة. نعم. من العادات والتقاليد. زين. والمعتقدات. زين. والموروثات الثقافية. نعم. نعم. في شعبنا الشعوب. شو الشكل هذه؟ العادات والتقاليد والموروثات والتاريخ والمعارف إلى آخره، شو الشكل؟ شو الشكل هذه؟ الأنساق الثقافية هي القواعد والسلوكيات والعادات والتقاليد التي تتعلق بالثقافة، بينما السياق الثقافي هو ما يتأثر بالعوامل مثل ما قلت لك والعادات وغيرها، التراث الثقافة إلى آخره من الأمور اللي هي فيها معتقدات دينية وتقاليد ثقافية إلى آخره. الأنساق هي القواعد والسلوكيات. الملاحظات الخاصة بالأساتذة، ومنهم ملاحظات الأستاذ الدكتور حسنين عبد الأمير رشيد من جامعة بابل كلية الفنون الجميلة. أقرأ على حضرتك اللجنة الملاحظات. السيد المعاون العلمي المحترم والسيد رئيس لجنة المناقشة المحترم، أرجو إعلام حضرتكم بتعذر حضوري لمناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة السياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر لطالب الدكتوراه رسول جبر محمود الشهيب، كوني رئيس اللجنة الامتحانية للدراسة الأولية والتي بدأ العمل بها بتاريخ 28/5، كذلك كوني عضوا مناقشا في اطروحة الدكتوراه في جامعة بابل كلية الفنون الجميلة بتاريخ 29/5/23، وأرسل لحضرتكم تقرير ببعض التعديلات المقترحة على الأطروحة، وأجعل بين أيديكم ما ترونه مناسبا، ولكم جزيل الشكر والامتنان. توقيع أستاذ دكتور حسنين عبد الأمير رشيد. التعديلات المقترحة على الأطروحة الموسومة السياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر. 1. الهدف من البحث هو تزويد القارئ بنظرة عامة عن الدراسة مع بعض النتائج الرئيسية، لذلك توجب على الباحث أن يختصر الملخص ويرفع منه السرد. 21 صفحة 229 تقول استحضار التكوينات التشكيلية الشكلية كذا هو إحياء لسياقات الخزين المتراكم في الذاكرة مما جلب مؤثرات ثقافية جديدة. المؤثر الثقافي إحنا نجلبه لو إحنا نروح له،
طبعا أنا أشكركم شكر جزيل، لأنه فعلا أثريتوا النقص اللي في الأطروحة أو الأخطاء، خليته مكان الصواب إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أتمنى أن الباحث يأخذ بها، لكنه أكو بعض الأمور أنا عايشتها. درست بثلاث جامعات وتعينت في بغداد، 16 سنة بقيت في بغداد، عرفت مثلا على الأسئلة مالتكم أقدر أجاوب، وسامحوني يعني إذا أنا مخطئ بشيء، أو زميلنا إن شاء الله يصير دكتور مستقبلا أيضا راح يصير يقود طلبة وكذا إلى آخره. طبعا تعرفون أنتم ماكو شيء يخلى من الأخطاء وكذا، لكنه أنا وجدت عد رسول فعلا أنه عنده أخطاء ما يقدر يجاوزها. لذلك قلت له يا رسول لو تأجل لي تقديم رسالتك فد شهر أو أقل نقراها ونعيدها ونرتبها لك، لو تسلمها هسه بس أكتب لك وياها تقرير. شو تقول؟ قال اكتب لي وياها تقرير الرجل، لأن أنا مستعجل شوية. فكتب التقرير وسلمته بيده، قلت له الدكتور وصفي تنطي كان المعاون، فسلمه وانطى الدكتور وصفي. شنو نص هذا التقرير؟ وجود أخطاء متعددة لغويا وفقرات وكذا إلى آخره من هذا الشيء. تمام أستاذ لولا؟ أنا للأمانة لغوية وطباعية وكذا، أنا للأمانة قلت. فالتقى بي صدفة بعد يوم يومين ثلاثة دكتور وصفي، قال هو احنا نحيلها وهم يصححوا له. فتبين أنه ذولي المصححين يعني قصدي اللغوي ما بصحح له شيء، مع العلم اختار اختيار هو، لأنه هذه باعتبار درجة أولى من بغداد وكذا وهذه إلى آخره. فنأتي إلى بعض الأمور بالنسبة للآية القرآنية. والله يا أخوان هاي أمانة علمية، أنا أمام الله جاي أحكي. قعد يمي شيخ من طرحها، هو كان قاعد يمي بالمكتب شيخ جاي معمم وطرحها، قال له لا ما تصير أستاذ. تمام لو لا أستاذ؟ وانطى غير نص، غير نص انطى ما القتل وثقفته، وقال له هذا ما ينطبق على كذا، وانطى غير نص، قال له بس ما يحضرني متكامل. ايش قال له هو الاستاذ الفاضل؟ قال له انا راح اعتمده او ادبره بهالمعنى هذا. شايف شلون؟ اي مو حتميه ولا على علاقه ولا على علاقه سياق ولا لا لا استاذ انا السياق انه لا بد ان تكون الايه لا 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 هو الدكتور يكتفي بسم الله الرحمن الرحيم بس، ما له علاقه. اي بس نعم، بس انت هسه انثارت من قبلكم كلكم، فلذلك انا مضطر اجاوب عليها. جزاك الله. اي طبعا طبعا طبعا. زين استاذ، زين استاذ بالنسبه، وهذا انا متفق ويا الجميع انه فعلا تتغير، وحتى كاتب لو اطلع لك اياه تغير، كاتب عليها تغير. اي والله. المهم بالنسبه لصياغه المشكله مكرره بالاسئله، يعني انا بس اشوف ان احنا دائما نختلف بهاي القضيه. ليش؟ لانه المشكله من انطرحت بثلاث دوائر. سألت أنا أبو طالب يوم من الأيام أستاذ شنو فائدة الدوائر؟ خب سؤال واحد أحطه وأخلص بعنوان حلت مشكلتي. مشكلتي مثلا أريد أسوي قضية تاريخية، أحط القضية التاريخية وانتهي. قال لي العد منين تطلع أسئلتك أستاذنا الفاضل؟ هو جاوبني، قال لي منين تطلع أسئلتك؟ قلت له شلون أستاذ أطلع أسئلتي؟ قال غير من الدائرة الأولى سؤال والدائرة الثانية سؤال وتختصر. قلت له زميلي أنا الدوائر، أنا قلت له زين ها شنو اسم الدوائر؟ قال لي الدائرة الأولى الدائرة العامة المتعلقة بالبحث مالتك اللي راح تختاره أنت مسبقا هو بخيالك. زين والدائرة الثانية؟ قال لي الدائرة الميدانية. زين أستاذنا والدائرة الثالثة؟ قال دائرة تحديد مشكلة، المشكلة تحددها. زين وهاي المشكلة لازم قبل السؤالين على الأقل وتطرح السؤال الثالث بيها. هذا حكي أبو طالب وفعلا ذاكرة بالكتاب مالته. فإحنا جاي نطبق هذه القضية، أنتم حضرتكم يعني أنا ما أختلف وياكم، لأنه هذه على فكرة، على فكرة ترى هواي جاي يطبقون ثلاث أسئلة وسؤالين وأربعة وماكو إشكال فيها.
السؤال متعلق بنفس السؤال يعني. نعم. نفس السؤال. ها فانا ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ قلت له قبل شويه هم قلت لكم ستنا الفاضله، قلت انت ثبتي ملاحظتك حول التغيير، لانه جزء انت من تحطين التغيير راح يختلف ويا الدكتور رولا، راح يختلف ويا الدكتور الفاضل دكتور محسن او دكتور علي. فلذلك انت من تثبتين التغيير وتطلبينه باكر عقبه ما يصير علي يعني يقول انا هاي الدكتوره رادتها بهالشكل. زين بالنسبه لراي الخبراء كلش ضروري راي الخبراء حول اختيار النماذج، بيها ثقافه ما بيها ثقافه، والله حطينا اسمائهم وهذا الرجل مش يعني من بابل خلينا ومن بغداد خلينا وخلينا خزافين من البصره، لكنه ما نزلت هنا بعد انا ما مو يعني هذا. زين بالنسبه اكو تاريخ واكو شنو عندي؟ تاريخ انا يقيدني وشكل، انا قيدني بالنحت الخزفي وقيدني بفتره من 2000 الى 2022. انا هذه ليش بعضهم مثل ما تفضل قال يفضل انه اخذ الاحياء؟ لانه بعضهم ما وقف انتاجه من توفى، ما صار عنده غير السياقات الثقافية المدروسة، سعى شاكر مدروس، كثير مدروسين مثلا من عندهم، فلذلك اعتمد كتب هاي الملاحظة للأحياء، وأعتقد هي مو خطأ يعني. طبعا عندك استمارة الملاحظة للتحليل، راح تضاف اللي يتكلم عنه أستاذ محسن حول قضايا مركزة ثقافية إن شاء الله ويقود بها. نعم. كلمة الأحياء منهم الأحياء يعني شيء يعني. ممكن ممكن هذا شيل الأحياء وكذا صحيح. بارك بارك الله بك صحيح. بالنسبة للجدول اللي تكلمت عليه بالبداية الدكتورة الفاضلة دكتورة أوراس، أنا الجدول سويته لسبب اللي تكلمت عنه مثلا الخزف النسوي اللي تكلمت عليه مثلا على سبيل المثال شو يسموها اللي توفت اثنيناتهم توفوا ذولي ما عندهم نحيت، طلعي لي نحت واحد بس انا عبد العزة وبنفرد خزفيه هي جداريه جداريه دكتور جداريه ما عندها والله ما عندها ست ما عندها ثقي انا اقول لك اياها ما عندها ما عندها ما عندها ثقي انا يا ريت تطلع لي واحد نحت خزفي ما عندها ولا سهام السعودي ما عندها زين. وبالنسبه لاختارينا هذول الاسماء لانه هذول الاسماء صراحه هم اشتغلوا تقريبا مركزين على قضيه النحت، يعني مارس امراء اجداريه يمكن بس واحد عنده. شنيار عبد الله يمكن اجداريه واحده بالشيراتون مال البصر قديما قبل ما يعني السقوط موجوده عنده الى اخره، فلذلك احنا حصرنا هاي الاسماء اسف جدا، يعني ما سوينا مثلا هذا ينشال او هذا ينحاط او كذا، لا والله مو هذا القصد. وراح يستفادون منها تاريخيا على فكره هاي ويجون، بس هو شنو ناقص له فقره يضيفها انه هؤلاء بعض الاسماء مو كل الاسماء. نعم ركزنا على المؤسسين وبالخارج. زين بالنسبه للنقد وانواع من اجينا الموضوع بالهذا هذا تكلمتوا عنه تقريبا معظمكم يعني او كلكم تقريبا، النقد ما يفيد وكذا، هذا بالنسبه للموضوع متداخل. احنا ما خلينا الهدفين، ليش خلينا الهدفين؟ وجدنا انه صراحه كليه الفنون الجميله قسم الفنون التشكيليه حصرا يعتمد الهدف الواحد العنوان ويخلوه، بينما ابو طالب يقول لا يجوز وضع العنوان هدف. ليش؟ لانه كيف تحققه؟ اذا خليته انت هدف كيف تحققه؟ لازم تحط لك هدف او هدفين او اكثر لتحقيق العنوان. لذلك احنا انطلقنا من هذا الجانب. اما ليش اختارينا الانساق او النسق واختارينا السياق؟ لانه وجدنا السياق متالف من النسق والنسق متالف من علامات واشارات، لذلك احنا نضطر نخليه بمن بال نخليه يعني كهدف ثاني ويا اضطراري يعني احنا لانه وجدنا هاي الثقافه. نعم مو صحيح. شلون؟ يعني احنا جاي نشتغل على السياقات الثقافيه. اي والعنوان على السياقات الثقافيه، الانساق هذا موضوع لا صحيح ما بس هو مؤسس له. هو مؤسس ثق استاذ انا اجي احلل عينه دكتور ما هو جاوب. انا شغلي مو انساق.
لا شلون؟ من قلت له خلي من قلت له خلي شلون حلل صار؟ خلي الاطروحه مالت الدكتور رباح شلون حلل؟ بالانساق مالها قال لي هذا مو شغلي استاذ شلون حلل؟ هو يقول لي مو شغلي اي مو شغله هو بس هو جانب الثقافي الماخذ العنوان مالته انا وياك يعني معاه حتى الان الباحث اي نعم دكتور لازم يضيف لنا مبحث على الانساب يشيل هاي الورقه الوحده مبحث كامل على الانساب ويشير بالتحليل وبالنتائج بالنتائج حتى يحقق الهدف لان استاذ كل التحليل الانساب النتائج الموجوده ما أي. ذاكر فيها الانساب شلون راح يحقق لي هدف دكتور هاي حقيقة. ما عندك انساق تمام طلع انساق بالنتائج السياق من خلال نسق الثقافي السياق من خلال نسق الثقافي في النتائج المهم ما هي السياقات الثقافية خلاص ما مجبور انت تدخل نفسك بمتاع انا اذا تقول لي انساق اطالبك يعني هاي انا مسؤول عن هاي امانة علمية راح اوقع عليها تقول لي هدف الانساق يجي لي باشر واحد احسنت وين الهدف وين النتائج تطلعها اللي حققت الهدف الاول الانساق هاي الحاجة سؤال سؤال لا انت لا بالمؤشرات حاطه انساب لا بالنتائج شايف الانساب شغلك كله بالسياق على شنو هدف مسؤوليه بس شوي خل اكمل من فضلك دكتور محسن لانه هو شغله يعني انا حتى ابري ذمتي يعني من هذا السؤال الدكتور محسن ساله بين ما الفرق ما الاختلاف بين السياق والثقافي وبين الثقافه جاوب اي بالنسبه له هو قال ماكو هو لا بس هو اكو اختلاف شلون ماكو اختلاف زين لذلك بالنسبه لخامات الخزف متعدده وليس وحده وليس الطين مثلا على سبيل المثال الطين هو نفسه راح يتحول الى حجر نسميه الفخار نوع من انواع الحجر الصناعي وليس الحجر الطبيعي فبالتالي صارت عندي خامه جديده اذا ضفت لها رمل انضاف ويا خامه الرمل يا نوع الرمل عندي ثلاثه رمل فلينت كوارتز عندي رمل الشاطئ لا بس دكتور خلي النجم يثبته اي هو يثبته بهاي الحاله اي فلذلك التزجيج والالوان الالوان اكاسيد وعندي صبغات بيجمنتس لازم هاي تثبت وكذا الى اخره بالنسبه لعناصر السياق الثقافي هو يصير الكلام اللي حضرتكم طرحتوه صحيح بس هو يصير عناصر العمل الفني السياق الثقافي طبعا هو فد مشكله ما حد يكتب بيها هو اخذ موضوع عويص بس الغاذمي اللي هو السعودي كتب بال لا دكتور انا من بحثت عن على المنهج خليني اكمل على المنهج الثقافي المنهج الثقافي منو كتب عليه من العرب غير هذا السعودي دخله وهو هم مقفي على فكره تمام لو غلطان انا دكتوره منو 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 مثلا على المنهج جماعه التونسيين والمغاربه هو كتاب عن هذا المنهج الثقافي اخذوه من الغاذي من الغاذي ياخذ من التجربه الاوروبيه يعني هذا سياق ثقافي على كل حال بعد السؤال هل يوجد فن يوجد فن ثقافي ومنجز فني غير ثقافي لا طبعا كله ثقافه حتى لو ترسم انت وتنحت على سبيل المثال قمامه هي تعتبر منطق ثقافي هذا نعم كلها ثقافة هذا لأنه تحولت إلى استطيقة إلى تعبير أيضا زين بالنسبة أنواع الثقافات والتيارات العفو الثقافية هي الكتب تسميها تيارات ثقافية وهي نفسها المذاهب اللي درسوها بالمسرح المذاهب الفنية وهي نفسها المدارس الفنية وهي نفسها الاتجاهات الفنية فربما هو هذا المصطلح أثاره وخلى هذا الموضوع ممكن يستخدم أي واحد بالنسبة لثقافة الموروث يعني أعتقد هي موجودة عند حيدر رؤوف خاصة يشتغل كل قديم على المسمار ويمزج وياه فد أشكال هذه وكلها حيدر رؤوف متطرق بالعينة رقم 3 والنموذج رقم 3 يعني مطرق لهذا الشيء وانا اشكركم هوايه طبعا لصبركم وجود والباحث انا اشكره هوايه لانه قدم ما بوسعه بسم الله الرحمن الرحيم استماره رقم 2 محضر مناقشه اطروحه الدكتوراه الكليه الفنون الجميله القسم الفنون التشكيلي الشهاده الدكتوراه قامت اللجنه المكلفه بموجب الامر الجامعي ذي العدد 7 على 18 على 1223 والمؤرخ في 8/5/2023 والمؤلفة من السادة أولا
استاذ دكتور محسن علي حسين فنون تشكيليه نحت جامعه البصره رئيسا، استاذ مساعد دكتور علي عبد الله عبود فنون تشكيليه جامعه البصره عضوا، استاذ مساعد دكتور حسنين عبد الامير رشيد فنون تشكيليه جامعه بابل عضوا، استاذ مساعد دكتور اوراد جبار سيم فنون تشكيليه تربيه تشكيليه جامعه البصره عضوا، استاذ مساعد دكتور رولا عبد الاله علوان فنون تشكيليه خزف جامعه البصره عضوا، والاستاذ الدكتور علي حسين علوان فنون تشكيليه خزف جامعه البصره عضوا ومشرفا. وبعد مناقشه طالب الدكتوراه رسول جبر محمود حول اطروحته الموسومه السياق الثقافي وانعكاسه في النحت الخزفي العربي المعاصر في يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023 واستنادا الى الفقره 5 من الماده 32 من تعليمات الدراسات العليا وفي ضوء قابليه الطالب في طرح موضوع اطروحته واستيعابه ودفاعه عنها اتخذت اللجنه التوصيه التاليه: الف قبول الرساله بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفه عليها والمثبته طيا. مبروك.